Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In a previous lesson, as you remember, we talked about our grammar structure, which is active and passive voice. Okay, we have already differentiated between both of them. In today's lesson, inshallah, we are going to talk more about passive and active sentences. مثل ما بتتذكروا يا مس بالحصة الماضية بلشنا شرح بقاعدة الباسيف تمام وشرحنا لقاعدة الباسيف حكينا إنه we have something that we call it voice أو sentence فبينقسم عنا لقسمين اللي هي الأكتف وهي المبني للمعلوم وعنا الباسيف وقلنا المبني للمجهول أوكي يعني إحنا حكينا عنا نوعين من الفويس active voice يعني مبني للمعلوم و passive voice يعني مبني للمجهول هلا قلنا انه بالactive sentence او الactive voice we concentrate on the subject اذا قلنا بنركز على ايش على السبجكت بنركز عليه اللي هو طبعا ايش the doer of the action وطبعا انا بهمني هون the doer of the action while in passive sentences الفوكس بيكون على الaction او الobject طبعا هلا رح فهمك ليش اكشن وليش اوبجكت هلا التركيز بيكون على الاوبجكت ليش لانه احنا اجينا هون حط اخذنا الاوبجكت من جمله الاكتف وحطيناه كسبجكت لجمله الباسيف والاكشن لانه اي دونت كير اباوت ذا سبجكت السبجكت از نوت امبورتنت قلنا انه الاوبجكت يا مس هو الريسيفر ريسيفر اوكي هو الريسيفر اوف ذا ايش of the action مثل ما السبجكت هو الدور اللي بيقوم بالفعل هو عندنا هون الباسيف هو الريسيفر of the action الان اذا بتتذكروا احنا حكينا لنفرق بين to differentiate between active and passive sentences we need to know that انه in active voice will focus will attention بيكون على السبجكت هذا اشي مفروغ منه ولكن بالباسيف فويس الفوكس بيكون او الاتنشن الاهتمام او التركيز الاهتمام نفسه بيكون على ايش على الاوبجكت على الاوبجكت so let's continue about passive voice هلا خلينا نركز اكثر على الباسيف فويس ونشوف استخدامات الباسيف فويس اول شيء بدنا نعرف انه بالباسيف فويس is used when the focus is on the action شوفوا لما أنا يعني الأكشن is more important than the subject بستخدم الباسيف فويس لما أنا بده يكون تركيزي على الأكشن يعني على الحدث وبيكون الحدث important أكتر من إيش من السبجكت تمام؟ هلا it is not important or not known however who or what is performing the action الحالة الثانية برضو لما أنا بالنسبة لإلي بيكون مش مهم أو الدور of the action اللي هو السبجكت مش معروف يعني إما إنه أنا مش مهم however or whoever or what is performing the action مش مهم بالنسبة لإلي أو إنه بيكون السبجكت اللي هو الدور of the action is unknown فمثلا باجي بحكي لك my bike was stolen okay my bike was stolen هلأ هي بالأساس Someone stole my bike. تمام? Someone stole my bike. So here the subject is not important. المهم لإلي إنه my bike is stolen. My bike was stolen. إنه إيش دراجتي شو مالها? دراجتي سرقت. Okay? هذا هو the most important for me. So here أنا مش مهم بالنسبة لإلي الدور of the action بهمني الاكشن itself تمام sometimes a statement in passive is more polite than active voice يعني مثلا ببعض الاحيان استخدام او الجملة بالباسيف بتكون more polite كيف يعني more polite يعني اكثر ادبا يعني بدل ما احكي انا انه والله I made a mistake أو you made a mistake as مثلا أنا teacher باجي بدل ما أحكي لك you made a mistake is more polite to tell you إنه a mistake was made خطأ
تم القيام أو تم القيام بخطأ ما، تمام؟ فهون it is more polite to use passive. ومثل ما ذكرنا بالحصص الماضية قلنا لما إحنا بيكون عندنا subject اللي هو doer of the action public, for example they plant trees in forests مثلا، أو people plant trees on for sorry in forests. لو اجيت قلت لك انه الناس بزرعوا الشجر، هون general information فعم بحكي عنها، او not important مين هم، مش محدديتهم ولا specific. اذا انتبهنا صرنا عايدين بالمرة الماضية والمرة هاي استخدام الباسف. طيب اليوم ان شاء الله رح نبلش بعملية change from active to passive. يعني رح ابلش انا بعملية change اللي هي التحويل من الاكتف والباسف، ورح نبلش بتو تنسز بدرس اليوم. رح نركز على البريزنت سيمبل اللي هي from active لباسف، كيف بحول الستيتمنت والنيجاتيف يعني الجملة المثبتة والجملة المنفية بالبريزنت سيمبل سواء كانت مثبتة أو منفية من active مبني للمعلوم لباسف، ونفس الشيء بالباست سيمبل كيف أنا بحولهم وبشتغل على التحويل لتشينجز، تمام؟ كيف يعني التحويل بيكون؟ خليني أعطيكم مثلاً example هون بسيط قبل ما أبلش بالexamples اللي أنا already حضرت لكم إياها. مثلاً باجي بحكي سالي buys a new dress every week. هلأ أنا عندي سالي هون بحكي لي إنه هي بتشتري ثوب جديد، تمام؟ كل أسبوع. سالي أول شيء بدنا نحدد السبجكت، الفيرب والأوبجكت. إذن a new dress هو الأوبجكت. أول خطوة للتحويل شو هي؟ الخطوة الأولى إنه أنا I take the object from the active sentence and start the passive sentence with it. إذن أنا ببلش بالأوبجكت، بعد الأوبجكت شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم الهيلبينج فيرب المناسب. الهيلبينج فيرب هون اللي هو الفيرب تو بي. الفيرب تو بي هون بالبريزنت بدنا ننتبه بالبريزنت سيمبل الفيرب تو بي بده يكون عندي اما is او are او am، تمام؟ اما is او are او am، وبعديها بدي احط الفيرب 3 والكومبلمنت، واللي ممكن نستخدم by plus agent. يعني ممكن أستخدم أنا الـ by plus agent كمان at the end of the passive sentence. إذن لو إجيت أنا هلأ رح أكتبها بطريقة شفوية، مش رح أكتبها سوري، رح أحكيها بطريقة شفوية بعدين رح تشوفوا كيف كتابة رح أكتبها. بقول a new dress، تمام؟ طبعا بتطلع إذا الـ object مفرد ولا جمع. لا طبعا this is مفرد لأنه a new dress ثوب. هلأ باجي بحكي a new dress، بما إنه مفرد شو بستخدم له؟ بستخدم is. a new dress is، بدي التصريف الثالث من الفعل buy. شو التصريف الثالث؟ bought. a new dress is bought every week by who؟ by Sally. إذن خليني أكتب لكم إياها مرة تانية. إذن حكينا إنه Sally buys a new dress every week. اوكي هلا احنا قسمنا المره الماضيه حكينا يعني سوري قبل شوي نقسمنا وحكينا. خلينا نبلش بنحط الاوبجكت. شو هو الاوبجكت عندي؟ a new dress. فبحط عندي هون a new dress. اوكي قلنا انه مفرد بياخد is لانه احنا بدنا نمشي على القاعده هي. حطينا الأوبجكت، بعد الأوبجكت بدي أحط الverb to be بالpresent. يعني أنا بدي أستخدم الverb to be بالpresent، وإحنا قلنا إما is أو am أو are، تمام؟ a new dress is، بعدين بدي أحط إيش الverb 3. a new dress is bought الcompliment every week by who؟ by سالي. اوكي وهون نستخدم بعديها بقدر استخدم باي بلس ايجنت. هلا بدي احكي لكم شغله بالنسبه للباي بلس ايجنت. بقدر احكي انه a new dress is bought
by Sally every week, أو بقدر أحكي a new dress is bought every week by Sally. سواء وضعت ال by plus agent قبل ال complement أو at the end of the passive sentence, both of them correct. طب لو كانت عندي negative, Sally doesn't, okay, doesn't buy a new dress every week. تمام؟ نفس الشيء بس ال is بتصير isn't وال am بتصير am not وال are بتصير aren't. Okay, ال are بتصير aren't, فبتصير a new dress isn't بدل is شو بدها تصير isn't bought by Sally every week أو a new dress isn't bought every week by Sally. تمام؟ إذن إحنا هيك بنكون شرحنا أول tense معانا. سواء اللي أخلنا مثل ما قلنا إحنا رح نشرح الaffirmative sentences والnegative sentences. طيب نبلش بالإكزامبل اللي أنا مجهزته هون. The boy watches the stars. The boy watches the stars. شوفوا هون the boy هو subject وال watches هي الverb وthe stars object. طيب هلأ أنا هون بدي أبلش بالobject. مش إحنا قلنا منبلش بالobject. شو الobject؟ The stars. طيب الobject مفرد ولا جمع؟ هلأ هون the object of active sentence becomes the subject of passive sentence. يعني الobject بجملة الactive بصير إيش عندي subject بجملة إيش الpassive. The stars are. تمام. The stars are مالها are watched. Okay, by the boy. Okay, the stars are watched by the boy. طب لو كانت عندي sentence negative, لو قلت لك the boy doesn't watch, وإحنا أخذنا tenses at the first semester, شرحنا tenses ببداية الفصل الأول. لو قلت لك إنه the boy doesn't watch the stars, برضو نفس الشيء بننزل الobject the stars. تمام؟ aren't. شفتوا كيف؟ بس ضفنا not للآر بعدين حطينا الverb 3 اللي هو watched by the boy, فصارت عندي sentence إنه the stars aren't watched by the boy. تمام يا شباب ويا صبايا؟ إذن بالطريقة هاي أنا حولت من present active sentence ل present passive sentence. طيب خلينا نشوفها بطريقة أوضح لإلكو عشان تكتبوها. إذن هون حكينا the boy watches the stars, لما حولتها لباسف صارت the stars are watched by the boy. وهلأ هون بدنا نيجي هون لباي بلس agent, نحكي عنها شغلة صغيرة. باي بلس agent optional, okay, not necessary to put it all the time. هلأ هون أنا concentration بجملة الباسف كانت على إيش؟ على الأكشن itself, على الإيفنت, على الحدث, على الفعل اللي صار. أوكي؟ فهون أنا by plus agent مش دائما مهم استخدامها. في بعض الحالات ضروري إني أوضح the doer of the action بجملة الباسف sentence. أوكي؟ إذن بهيك بنكون خلصنا example number one. عنا هون كمان sentence. My mom waters the flowers. My mom waters the flowers. يعني هون waters مش معناها water يعني مياه, لا, ولكن معناها تسقي. طبعا السبجكت الverb الobject. ببلش the بجملة الباسف, حفظنا التنس من أولها أو الطريقة أو الفورم لإلها. خلينا نكتبه هون فوق. بنبلش بالobject, بعد الobject بستخدم is أو am أو are, هذا بحالة الـ present simple. بعدين بستخدم الـ verb 3, بعدين الـ complement by plus agent. طيب هلأ دائما نحط هذا ونحفظه براسنا. القاعدة هاي بتعتمد half of it on your memorize, بتعتمد على ذاكرتك وحفظك. To memorize this, إنك أنت تحفظ وتذاكر هاي القاعدة, شكل القاعدة أو sentence بالباسف كيف بيكون, وبيعتمد إنك تفهم شو الباسف. فهون بصير عندي the flowers
بننزل الأوبجكت بصير السبجكت بجملة الباسف. بما إنه جمع الأزهار أو الورود فبستخدم are watered okay by my mom okay. فصارت عندي هون the flowers are watered by mom, تسقى الأزهار بواسطة أمي. وممكن لو ما كتبنا by mom it's okay. طب لو قلت لك هون بالنفي جيت نفيتها, قلت لك بدي أعمل أنا negative sentence, فهون لو حطيت لك doesn't water, doesn't water, شوفوا هون كلمة water إذا أجت as a فعل بمعنى يسقي, doesn't water okay the flowers. سو خلينا نحولها هلأ بعد ما حولنا الـ active sentence لنيجاتيف نحولها لنيجاتيف passive sentence. نفس المبدأ نفس الشيء, نكتب القاعدة الـ object isn't am not و are not أو aren't, بعدين الـ verb 3 الـ complement. تمام؟ خلينا نكمل. أول شيء بناخد الـ object اللي هو the flowers. Flowers طبعاً of course بما إنها نفي doesn't, doesn't بتروح وهون بنضيف له ed وبصير verb 3. بس هون شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم الـ verb to be المناسب بما إنها جمع, بدها تكون aren't. Aren't watered okay. ممكن full stop وممكن أحكي by mom. Alright. The kids study literature. The kids study literature. نفس المبدأ. بننزل الأوبجكت literature. Okay. طبعا مفرد literature معناها أدب. Okay. فهون بنحط الاس وبعدين بنحط الverb 3 من study اللي هي studied. Okay. Literature is studied by kids. Is it important to mention the agent اللي هو subject؟ مهم subject هون, it's not important. حتى لو ما حطيته هون by plus agent it's okay. تمام؟ طيب لو كانت عندي نفي, لو قلنا the kids don't study, the kids don't study literature. تمام؟ بنقول literature okay. بما إنه عندي هون برضو مفرد شو بدها تصير؟ isn't, isn't studied by kids. خلص full stop ما في داعي نذكر. هلا أنا بحدد لك بالسؤال if it's important to mention by plus agent أو لا. إذن خلينا نشوف السنتنس بالتحويل اللي صار فيها. مثل ما أنتوا شايفين هون الستدي صارت is studied, وهذا طبعا الحالة بتكون بالpresent tense اللي هو present simple. نيجي هلأ للpast simple. طلعوا على الexample الموجود عندنا. Sally drove her car off the road. يعني قادت سيارتها خارج الطريق. تمام؟ إذا عندي هون subject اللي هو الفاعل, عندي هون action اللي هو verb, وعندي object اللي هو المفعول به. طيب هلأ حنسأل حالنا كيف القاعدة. أول شيء start with object, بكل جمل الباسف بنبلش بالobject. بس هون بدي أستخدم الhelping verb المناسب. يا ترى شو الhelping verb المناسب؟ اللي هو الverb to be. بس إيش بدي؟ بدي الpast form منه اللي هو was و were. إذن أنا بدي الpast form was were. بالpresent بستخدم is و am و are, بالباست باسف بستخدم was where, بعدين الverb 3 وبكمل. خلينا نشوف سالي drove her car off the road. طيب هاي السبجكت الفعل الايش ال طبعا الاوبجكت, فبتصير عندي her just a second her car. طيب
هلا اوكي لو حطيت لي هير كار اتس اوكي ما في اي مشكله، ولكن احنا شرحنا البرونونز وحكينا عنها وقلنا انه بنقدر نستخدم هون بدل هير كار بقدر احط ايش ساليز كار اللي هي مع البوسيسيف اس لابين انه هاي السياره بتعود لمين، بتعود لسالي، فبقول ساليز كار يعني سياره سالي مالها واز، وبدي التصريف الثالث. ليش استخدمت was؟ لأنها مفرد was. إيش عندنا التصريف الثالث من drove؟ drive, drove, driven صح؟ okay was driven off the road. هلا إذا بدي أحط by plus agent بحط by her by her تمام؟ إذا صارت عندي Sally's car was driven off the road by her. القاعدة عندنا هون يا مس إنه أنا ببلش start with object، بعدين عندي was where، بعدين ال verb 3 والcomplement بجملة ال passive. أوكي إذا مثل ما إحنا شايفين the car was driven، بلشنا بال object، بعدين ال action verb. شو ال action verb عندي اللي هو ال was وال where مع ال verb 3، بعدين بحط ايش باي سالي اذا كتبت the car او her car فكله صحيح، سواء حطينا the car او حطيت her car او حطيت Sally's car برضه كلياته صحيح. اذا حكينا the car was driven off the road by Sally هيك بنحكيها. اوكي ناخذ كمان example لنرسخ المعلومة، بس قبلها خلونا بس ناخذها بحالة النيجاتيف، نشوف كيف النيجاتيف بصير عندي بالسنتنس. لو قلت لك سالي didn't drive her car off the road شو بدي استخدم عندي؟ القاعدة بتحكي لي انه يكون عندي object wasn't weren't. wasn't للمفرد، weren't للجمع، بعدين الverb 3 والcomplement تمام؟ نبلش بالobject بحكي لنا اللي هي ايش؟ the car أو Sally's car. the car إيش مالها؟ إذن هون didn't drive off the road شو بده يصير عندي هون؟ the car wasn't. why? because it is singular. okay لأنها مفرد. the car wasn't driven off the road by Sally تمام؟ بهيك بنكون إحنا إيش أعطينا example عن الإثبات وexample عن النفي. okay let's take another example. okay the dog pet Tammy on the arm. the dog pet Tammy on the arm. okay the dog هو subject الفاعل، pet هو action، Tammy هو الobject، on the arm اللي هو طبعا ايش الcomplement. طيب مثل ما اتفقنا القاعدة بتقولنا object was where بحالة الإثبات، verb 3 complement بحالة النيجاتيف، object wasn't weren't plus verb 3 تمام. اوكي طيب بنبلش هون Tammy. Tammy مفرد، إذن شو بده ياخد؟ بده ياخد was. was bitten okay on the arm by the dog تمام؟ إذن Tammy was bitten on the arm by the dog. okay هي بالنسبة لحالة الإثبات. لما بتكون عندي negative رح أحكي Tammy wasn't bitten on the arm by the dog. قلنا لكم إنه الـ by plus agent it is optional and it's not very necessary unless the question required the agent plus or by plus agent to be necessary. إلا إذا السؤال اتطلب منا هذا الإشي. أوكي
إذن هون حكينا Timmy was bitten on the arm by the dog, أو ممكن نحكي بالنفي بتصير wasn't. أوكي؟ بهيك اليوم بنكون أنهينا درسنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى المرة القادمة رح ناخد الـ present continuous والـ past continuous، ورح ناخد more examples عليهم. يعطيكم العافية. سابع، باي باي، take care of yourselves.